مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في قراءتكم العاطفية بشهر يونيو. هذه القراءة راح تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري. نبتدي أول شيء ببرج السرطان، ما الذي ينتظرك في الأسابيع القادمة مع الشريك؟ طاقة الشريك أو الحبيب. الطاقة العامة للشريك، وعندنا الكارتات اللي يتفرعون. أوكي، برج السرطان، أول كرت عندك أو الطاقة العامة الخماسيين، كأنما هني قاعدة أشوفك على وشك الخروج من وضع والدخول في وضع جديد. ولكن الجميل في هاي الكرت حق طاقتك هالشهر ان خروجك راح يكون انسيابي، مو خروج مفاجئ، مو خروج بطريقة انه تتخلى عن كل شيء قديم، لا بالعكس، كأنما انت تدخل في شخصية جديدة لك، قاعد تتعامل مع الامور بطريقة مختلفة، ولكن انت كمان كإنسان قاعد تتغير، قاعد تتطور، قاعد تنمو، والتغيير صاير انسيابي، لان اشوف هذا الشخص يوازن نفسه على الخماسي القديم في أثناء ما هو متوجه إلى الخماسي الجديد. طاقة جدا جميلة مع الشريك، خلينا نشوف كيف الشريك رح يقابل طاقتك. أربعة الأكواب، أوكي، لأن الشريك هني كأنما متعود إنه دائما أنت اللي تبادر، أنت اللي تعرض عليه. شوف أربعة أكواب معناته صار في نمط عنده إنه دائما أنت اللي تعرض عليه أو تاخذ خطوة تجاهه، صح؟ ولكن الخطوة اللي انت راح تاخذها في طاقة مختلفة، مو طاقة الماء اللي متعود عليها الشريك. طاقة برج السرطان الحنون الشاعري الهادئ اللي يسامح اللي قلبه كبير وما يهم من اللي ياخذ اول خطوة، صح؟ فانت هني كأنما الشريك يفكر ان انت متعمد الابتعاد عنه او عدم المبادرة، لأنه متعود أنه دائما هو يجلس في مكانه وأنت اللي تبادره، ولكن أنت لا. اللي أشوفه هني أنه مو قاعد حاط في بالك أنه تتعمد تأذيه أو حتى تضايقه، وإنما ابتديت تستطعم حلاوة النمو الشخصي، أن أنا من أكون كبرج السرطان بدون هذا الشخص في حياتي، مو معناته أني أريد أن أبتعد عنه أو لا أفكر فيه أو ما أحبه أبدا، ولكن ما الذي يعني أن أنا أوازن نفسي، أعرف أمسك العصا من النصف ولكن بطاقة التراب الخماسيات من دون أن أكثر العطاء. كثرة العطاء نعود الناس، مثل ما أقول لك أنت تعود الناس أو تعلمهم كيف يعاملونك، وهذا اللي صاير يا برج السرطان. كأنما هني هو متفاجئ شريكك وما يعرف شلون راح يتعامل معك، راح يتفاجئ بتغييراتك الإيجابية والنمو الشخصي على الصعيد الشخصي. قاعد أشوف هني نموك بعيد عنه أو ما يخصه بشكل مباشر. خلينا نشوف، عندك كرت العاشقين. العاشقين هو كرت برج الجوزاء، ممكن إنك تتعامل مع برج هوائي أو حتى تراب، هني عندنا طاقة التراب، ولكن دائما هذه طاقة توأم الروح أو الشخص الثاني. ممكن أيضا هذا يكون بالنسبة لك أنت في هاي الطاقة ما بين الشيئين، الجمع بين شيئين، أنت في مرحلة انتقالية مثل ما قلت لك. تعرف مرحلة النحت لما يكون عندنا قالب كبير ما في شكل، ما في تعبير، لأنه مجرد قالب. أنت قاعد تنحت نفسك بنفسك خلال هاي الفترة، قاعد تدخل في الشخص الجديد، الشخصية الجديدة، قاعد ترجع إلى نفسك، ولكن مو أي نفس، النفس القوية، شخصيتك القوية قاعد ترجع لها، قاعد توجد نفسك خطواتك في طريق غير طريق الحب. حتى لو كنت متزوج، حتى لو كنت مرتبط، يمكن صار لك فترة طويلة دائما مثلا تسوي الأنشطة أو تدير البيت، تدير العلاقة مع الزوجة ومع الشريك بطريقة ان احنا دائما شركاء،
احنا دائما نسوي كل شيء مع بعض، وانا دائما ارجع لشريكي في كل شيء قبل ما اخذ قرار. هني اشوفك لا، ابتديت تاخذ طاقة الاعتماد على النفس. انا من بدون شريكي؟ لان اذا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص، هاي اللي انت تقوله يا برج السرطان، اذا انا ما اعرف انا من بعيد عن هذا الشخص، معناته ما اقدر اعطي اللي يتوقع مني، معناته راح يظل مخذول هذا الانسان، صح؟ اوكي. الشمس كارت برج الاسد، راح تكبر. شوف الشمس دائما توضح الامور عندنا، او معناته في طريق بينك وبين هذا الشخص اللي انت حاطه في بالك، ولكن مو الطريق الاعتيادي. بما معنى مو قلت لك انت هني في سابقا كنت دائما تبادر، ولكن اللي اشوفه هني لماذا هذا الشخص متأفف، ما قاعد ينظر الى اي من المبادرات، او حتى يلقي نظرة او يعترف بجهودك، لانه تعود على هاي الشيء. فسلوكك هني لطريق مختلف قاعد يوضح لهذا الشريك او لهذا الشخص بشكل عام مكانتك في حياته. ابتدى يشوفك انت نفسك في ضوء جديد. شفت لما يكون عندنا لوحة جميلة او منحوتة معينة يحطونها في المعرض تحت افضل اضاءة، انت هاي اللي مقبل عليه في المرحلة القادمة. في نظر الشخص الثاني راح تصبح اللوحة المميزة او الشخص المميز، راح تصل في نظرة الى درجة من الكمال وينبهر، حتى تكبر بعينه. ولو انه كان متوقع ان دائما انت اللي راح تبادر، ولكن هذا الشيء تأكد اعتزازك بنفسك في الفترة القادمة راح يخليك تكبر بعينه. الكرت اللي بعده ملكة السيوف، الملكة اللي تعرف تحط حد. طاقة السيوف تقريبا هي عكس طاقة الماء، طاقة الماء هي طاقة الانسيابية اللي ما تحب المواجهة، ولكن هني انت قاعد تاخذ طاقة وضع الحدود. ارسم حدود، صح؟ مو قلت لك انت هني تنحت، هذا مستوى ثاني للقوة اللي انت ان شاء الله خلال الاسبوعين القادمين راح تصل فيها في هاي العلاقة مع هذا الشخص. هذا الشخص مو محتاج حب، عطيته الكثير من الحب، انت هني محتاج طاقة توضيح. شمس وسيوف، احط لك حدود وافهمك ونقعد مع بعض، هذه هي طاقتك. نعم، كرت الشراكة عند الشريك، الغصنين راح يختار انه يدخل في العلاقة. مثلا لو هو اللي كان عنده هذه الطاقة، رجل داخل العلاقة ورجل خارج العلاقة، اوقات يكون بارد اوقات حار، اوقات يقترب اوقات يبتعد، لكن وجود طاقة ملكة السيوف عندك راح تخليه يلتزم، يثبت، تثبت مثل ما هالغصنين منغرسين في الارض راح يثبت. لان الحقيقة اللي يحسها دائما هذا الشخص كان دائما يبحث عن، خلينا نقول، شرارة فيك، شرارة المواجهة، شرارة الشجاعة، شرارة التوضيح. انت اثبت له، بما انك هني اثبت له وماشي في هذا المشوار، فهذا راح يشوفك في ضوء جديد، وراح يكون جدا متحمس، او منه ومن نفسه حتى يلتزم معاك، ما ينتظر منك انت اللي تبادر، هو اللي يلتزم من نفسه. هذا هو اللي انت ان شاء الله مقبل عليه مع الشريك. خمسة الاكواب، وداعا للمرحلة المؤلمة، وداعا للمرحلة اللي انا دائما اطرق فيها الباب على هذا الشخص وما يجيب. لا، عجلة الحظ، تغير الوقت، تغير الوقت، اللي كان قوي أصبح ضعيف، واللي كان ضعيف أصبح قوي. تغيرت المعادلة بينك وبين هذا الشخص، أو على وشك أن تتغير في الفترة القادمة. اللي كانت له اليد العليا أصبح الحين هني مستغرب لماذا برج السرطان ما يبادر، أو ما يلحق وراي، أو ما يسأل عني. أنا متعود أنه دائما مثلا أنت اللي تكون متواجد، لأن تشوف برج السرطان مو من الأبراج اللي يهتم في موضوع مثل الكرامة والكبرياء، لا، من الأبراج المتواضعة. فهذا شخص فهمك غلط، ولكن في الفترة القادمة راح يفهمك، وجدا صح بما أن عندنا
كرت الشمس وهو كرت الوضوح الحقيقة، راح يتضح له الجانب القوي منك، الجانب الصارم منك، راح يعجب في هذا الجانب. ترى لا تخاف انه مثلا يهرب او اي شيء، لا بالعكس راح يقف منتصبا مكانه، ثابت منغرس، ويقول لك خلاص الحين لازم ناخذ فعلا خطوات جادة، لأن تغير الوقت، لأن عرف أنه ابتدى يخسر سيطرته على الوضع. أسلوبه القديم ما عاد ينفع معاك ويأتي بنتيجة، لأنك خلاص تخطيت. أنت هني أشوفك في 5 الأكواب، تخطيت المرحلة المؤلمة أو المرحلة اللي تنتظر فيها شخص أن يقبل عرضك. برج السرطان أشوفه في الفترة القادمة توقف عن إرسال العروض تجاه الشريك، حبا في نفسه، التفاتا لنفسه. خلنا نشوف إلى ماذا سيتطور الوضع خلال الأسابيع القادمة بينكم. هذا كارت برج السرطان، يعني أوقات بعض التغييرات اللي نقوم فيها ممكن أثرها يكون سلبي مع الشريك، ولكن التغييرات اللي أنت مقبل عليها يا برج السرطان جدا جميلة، راح تكون طريقك المختصر إلى قلب وعقل هذا الشخص واحترامه حتى. نشوف كارتك أنت، 9 الأغصان، عدم الاستسلام، الثبوت والصمود، تقريبا مثل ملكة السيوف، ثابت وصامد، مصر على موقفك، مصر على أنا واقف هني. أنت تقول أنا واقف هني، ما راح، قلت لك ما راح أقدم عروض أكثر، وما راح أرسل أي خطوات، ما راح أقوم بأي خطوات حتى تجاهك، خلاص انتهيت من المبادرات. إنزين أنا واقف هني، إذا شعرت بالرغبة أنت تفضل عندي. هني واقف برج السرطان، واقف وثابت. خلينا نشوف الشريك، 3 السيوف، الشريك جدا راح يكون جدا مصدوم من طريقة تصرفك. طلع عندك وايد طاقة هوائية هني، احتمال انك تتعامل مع شخص هوائي وانعكست الطاقة. ليش عندنا هني عجلة الحظ؟ انعكس، اللي كان فوق صار تحت، واللي تحت صار فوق. اللي كان يتعامل بأسلوب دائما مائي ولطيف أصبح الآن الشخص القوي في العلاقة، واللي كان دائما متعود أنه يحصل على كل شيء بالراحة أصبح مخذول ومصدوم. أنه شلون برج السرطان من وين أتت لهاي القوة والثقة يتصرف بهاي الطريقة؟ ولكن قاعد أشوف في النهاية، شوف 3 السيوف هو ألم أو صدمة، نعم، ولكن الصدمة دائما يأتي بعدها شفاء لتوازن هذه العلاقة، لطريقة تعاملك حتى على المدى الطويل. أنت ما تبي تغييرات مؤقتة، أنت تبي تغييرات تدوم مع هذا الشخص. فحان الوقت يا برج السرطان أن نضع الأمور في نصابها الصحيح مع هذا الشريك، اللي بالعكس راح يستقبل تغييراتك بكل احترام وتقدير، وعندنا هني رغبة في أن ينضم إليك. عزيزي برج السرطان، هذه كانت قراءتك.